بالبداية احنا مطلبنا تغيير الجدول الوزاري الى جدول اخر اكثر انصافا انه وتعديله بما يناسب زيادة المدة الزمنية بين امتحان والثاني الى يومين ونصف اسوة بالسنوات السابقة. زين زين. لعدة اسباب اهم اسوة بالسنوات السابقة. ليش الجدول الان شلون يعني؟ الجدول الان المدة الزمنية بين امتحان والثاني هي اقل من يوم ونص، يعني اقل من يوم ونص بين امتحان والثاني. ايش قد كان في السنوات السابقه؟ كانت يومين ونص كامله. زين شنو الاختلاف؟ ليش هذا الاختلاف؟ يعني ما راجعتوا الوزاره؟ ما استفسرتوا او استفهمتوا من وزاره التربيه؟ صار لنا اكثر من شهر الناشد واكثر من جهه ناشدت لنا عبر جروب الحملات الطلابيه رسمي. انا هسه صوتي يمثلني كطالب سادس، يمثل 37 الف طالب انا ممثل عنهم. زين. يمثل ثلاث هاشتاجات رفعت وصلت الى اكثر من 250 ألف تقرير إيدو، ما لقينا استجابة. هاي اليوم ونص ما كافية أوس يعني مثلاً لامتحان الكيمياء الفيزياء الأحياء الرياضية. ما كافية إطلاقا ولعدة أسباب. زين. يعني قرار التربية هاي السنة المراكز الامتحانية للطلاب تكون بالجامعات، يعني مركز الامتحاني لأي طالب سادس راح يكون بعيد عنه عشرات الكيلومترات، وأنت تعرف مشاكل الطرق الازدحامات إلى آخره. حتى اليوم ونص ما راح يبقى من عدها مليون ونص، راح يبقى اقل من 24 ساعة غير كافيه ومن غير الممكن اصلا نتراجع بها ماده كامله. انت تكمل جهز نفسك للامتحان يحدد مستقبلك. زين سهل. انتم امتحانكم اي يوم؟ 20/7 مو اعتقد؟ اي ان شاء الله. زين اذا استجابت الوزاره، خلينا نفترض انه الوزاره حتستجيب لهذه المطالبات والمناشدات، معنى ذلك تاجيل الامتحان. إذا تم تغيير الجدول يقول لك احتمال الامتحان يتم تأجيله. وهنا أيضا أكو مطالبات من زملاء لك أيضا بعثوا برسائل واتصلوا بي يقول لك نطالب بتأجيل الامتحانات. أيوه، رد التربية الأكثر من مرة كان ضيق الوقت، صح؟ إحنا ضيق الوقت، إحنا اللي نطالب به فقط 5 أيام داخل الامتحانات تنضاف لتعديل المدة الزمنية، ما راح تأثر على أي شيء بقى تأثير هذا الجدول على المستقبل. أكو رأي آخر أوس يقول لك هي طالما الامتحانات أجلت لما بعد العيد، بالتالي فترة زمنية يعني أصبحت متاحة لطلبة السادس الإعدادي من أجل يعني دراسة المواد أو مراجعة المواد أكثر من مرة، ويقول لك هاي اليوم ونص أو 24 ساعة إلى حد ما جيدة. أي طالب سادس ما راح يعتمد على المراجعة اللي راجعها قبل الامتحان، إحنا اللي أي طالب سادس يحتاج يكمل المنهج بيومين او يوم ونص ما يقدر يكمله قبل الامتحان. هاي المراجعه ضروريه ولازم ان انت تجهز للامتحان. هذا الامتحان مو امتحان، ما راح ينعاد، هذا الامتحان يحدد مستقبلي.